السلام عليكم طلاب، برحب بكم بالجزء الثاني من محاضراتنا للتابلت كوتينج الساعة الثانية. خلينا نبدأ محاضراتنا طلاب، الساعة 12:30. انتظر دقيقة للطلاب لو نبدأ. الصوت واضح يمكم؟ بس أكدوا لي. عافية. أي نعم. خلي نبدي. العناوين اللي راح نتطرق لها خلال هذه المحاضرة هي الفيلم كوت، خلصنا من الشوجر كوت، البان بيورينج ميثود، البان سبراي ميثود، الفلويدايز بيد بروسيس، الكوتينج تابلت ايفاليويشن، المواد اللي راح استخدمها بالفيلم كوت، والكواليتي كنترول، تقيس السيطرة النوعية والستابلتي، وناخذ بعض من الفيلم ديفكت، المشاكل اللي راح نشوفها بالنسبة للكوت التاب. خلينا ناخذ الفيلم كوت. الفيلم كوت هو يشبه الشوجر كوت، وممكن ان استخدم له ثلاث طرق. البروسيس اللي شرحناها بالساعه السابقه اللي هي البان بيورينج ميثود او الطريقه الفلويدايز بيد ميثود. اذا استخدمنا البان بيور يعني ليدلينج، فنقول هذه الطريقه سلو، ريلاتيفلي سلو، بطيئه، اند هيفيلي بشكل عام تعتمد على السكيل and technique of operator للشخص اللي دي يسوي هذه العملية. التابلت اللي راح اسوي لها الفيلم كود باستخدام البان بيور بروسيس required additional، لأن هذا الشخص هو دي يضيف كميات، ممكن هذه الكميات تتجاوز الكمية الصحيحة، فبالتالي راح احتاج required additional drying step، خطوات إضافية للتجفيف to remove latent solvent، خاف اكو solvent باقي على سطح التابلت. بالنسبة للأكيوس بيد فيلم، بالنسبة للسائل اللي يعني يكون ذائب بالماء، not suitable for this method، ما مناسب. ليش؟ راح يصير عندي over wetting، يعني هو بان بيور، انت تضيف solvent بكميات او فيلم بكميات كبيرة، زين، فممكن ان يصير انه الحباية، سطح الحباية راح يكون surface erosion، راح يتأكل او تكون unstable. ليش؟ لان راح يصير high latent moisture content in core، الكور مالتنا، الحباية مالتنا راح تمتص هذا السولفنت الزائد وراح يدخل الى المركز. فاذا هو كان water soluble راح يذوب لك الحباية، فراح تفشل كل العملية. اوكي، اذا استخدمنا طريقة السبراي، pan spray method، فعملية السبراي equipment هو يعتبر يعني طريقة الاحدث، زين، سوت امبروفمنت بالافشنسي اوف فيلم كوت، يعني بالنسبه لل يعني من سووا دراسات لقوا هي احسن، مور افشنت. سبراي لين تو بي فيرزالتي اوف ذا بروسيس الاو اوتوماتيك كنترول اوف ليكويد، هذه الطريقه طريقه السبراي تتحكم، عمليه التحكم مو بواسطه شخص، اوتوماتيك يعني بواسطه ماشين، السيطره على كميه السائل اللي راح نضيفها. اوكي، راح يعني نستمر بالعملية، لكن يقول لك عملية إضافة هذا المحلول تكون بهيئة برود فلات سبراي باترن، يعني السبراي ينحط على أرض التابلت داخل المشين مثل ما شفتوا بالفيديو، وعدد النوزل اللي راح استخدمها هذا السيستم من 1 إلى 5 نوزل بالوقت نفسه. أوكي، يعني مو نوزل واحد بالمركز ويرش على كل الحبوب، هذا ما لقوا efficient. الافيشنت انه تترتب مجموعة من النوزل بشكل عرضي برود وفلات بشكل يعني بنفس المستوى، وهذا مسؤول انه هو يرش كمية السائل المناسبة للفيلم كوت على كل التابلت. النوع الثالث اللي هو الفلويدايز بيد بروسيس، الطريقة الثالثة اللي سميناها vertical الفلويدايزيشن مالتها، هذه الطريقة تعتمد على الـ volume and rate of the process air، تعتمد على الكمية وعلى سرعة الإضافة وعلى الهواء، كمية الهواء اللي دا نستخدمها. يعني انتو شفتوها هو عبارة عن هواء من المركز، هو المسؤول أن يحرك الحبوب، هو المسؤول أن يدفع الـ coating material composition، فعملية السيطرة على الـ process air adjusted يعني منظمة ومسيطرين عليها،
ونتحكم بالسبيد اوف بلور، هاي المراوح جوا اللي هي تدفع التابلت مالتي اتحكم بيها. ليش؟ يقول لك اذا استخدمنا سرعه عاليه راح تطلع الحبوب اترشن، يعني متفلشه متكسره بها بركج، واذا استخدمت سرعه بطيئه راح تكون الحبايه not move fast، راح تتحرك الحبايه ببطء، فبالتالي راح تكون اوفر ويتد، يعني صاير بيها عمليه سحب للمواد اكثر من المقرر، راح تفشل. زين، عمليه الفلويدايزيشن، الفلويدايزيشن يعني انسيابيه الحبوب داخل المشين. increase in weight by changing the fractional characteristic of tablet during coating application، تعتمد بشكل عام على وزن الحبوب وعلى خصائص الاحتكاك للحبوب حبايه بحبايه او حبايه بالمشين. انت كل فتره، هاي الطريقه طريقه الفلويدايز بيت، نسوي periodical adjustment، يعني نسوي تنظيم وتضبيط للسرعه للكميه للهواء، كل فتره زمنيه تجي تعدل، كل فتره زمنيه تجي تعدل اذا تريد المنتج الاخير يطلع عندك اوبتيموم، اذا تريده يطلع اوبتيموم. اوكي، الكوتينج تابلت ايفالويشن، هسه احنا ها هي انتجنا حبوب شوغر كوت او فيلم كوت، واريد اجي اسوي تقييم لهذه الحبايه، هل هذه الحبايه ناجحه تنزل الى الاسواق بدون ما تبدي تطلع عليها مشاكل التصنيع؟ ما هي الامور اللي لازم افحصها بالنسبه للكوتينج تاب؟ اول شغله لازم افحصها، طبعا الفحص راح يتم على مو فقط للفيلم، يعني انا مو بس افحص الفيلم او الكوت شوغر كوت، لازم افحص التداخل اللي صاير بين الفيلم والتابلت سيرفيس انتراكشن. اذا انا ابحث عن شغلتين، ابحث عن صفات الفيلم يعني الكوت هي شنو صفاته، والانتراكشن اللي صاير بين الفيلم والتابلت، لان اثنينهن ابحث عنهن بالايفالويشن هسه. بالنسبة أول شغلة تيست نسوي نسميه adhesion test أو with tensile strength tester. هذا adhesion test هو شنو؟ هو إنه نقيس measure the force required to peel the film from the tablet، ما هي الطاقة اللي أحتاجها إنه أوخر هذا الغلاف، أوخر هذا الفيلم من الحباية. هذا أول test. التيست الثاني طبعا هذا يعني يحدد لك نوع الانتراكشن اللي صار بين الفيلم والتابلت من تعرف الفورس. التيست الثاني نسميه diametral crushing strength، هذا يشبه الهاردنس تيستر، ان الحبايه ايش قد هذا الفيلم الجديد ايش قد راح يزيد لي من هاردنس اوف تابلت، الحبايه ايش قد راح تزداد قوتها، زين ايش قد راح ياثر على dissolution وdisintegration داخل الجسم. الشغلة الثالثة rate of coating tab disintegration and dissolution، مثل ما اتفقنا إذا زاد الهاردنس راح يأثر على اليمن على disintegration و dissolution، إذا نفحص disintegration و dissolution of tablet. الشغلة الرابعة stability study conducted with the coated tab determine، شنو أريد أبحث؟ أبحث هل temperature وال humidity change will effect على الفيلم defect، راح يسوي لي إذا هذه التابلت المغلفة تعرضت إلى حرارة أعلى أو رطوبة أعلى من المقرر، هل راح يصير خلل بالفيلم اللي أنا مغلف به الحباية؟ فلذلك أجي أوزن الحبوب الكوت وأعرضها إلى رطوبة عالية، كونديشن بها رطوبة عالية، وأرجع بعدين أوزن الحباية مرة ثانية، أشوف هل هاي الحباية اكتسبت وزن فوق وزنها الطبيعي؟ إذا زاد وزن الحباية معناها إنه الكوت مالتنا سحب بيسحب رطوبة من الجو، وهذا الشيء أكو أيضا في نسبة معينة مقبولة، إذا تجاوزها يرفض الباتش كله. Some investigation have been attempt to quantify film surface، بعد أكو في شغلات إحنا نفحصها بالإضافة إلى ذنيتش الأربع الأساسيات اللي هي roughness خشونة السطح، hardness الصلابة مالته، color uniformity هل اللون متجانس. زين، بشكل عام اكو نسميه visual inspection، يعني فحص بنظر العين، تباوع له بشكل عام تقول هذا الحبايه والله مبين خوش مرتبه elegant لونها حلو مثلا. زين، اضافه الى اكو يعني visual inspection يعتبر واحد من التيستات، لكن احنا لازم نفحص الرفنس والهاردنس والcolor uniformity، ذني كلهن بالاضافه الى الاربع تيست اللي ذكرناها سابقا.
ذني هن الإيفاليويشن. بالنسبة للمواد اللي راح استخدمها لتكوين الفيلم، ما هي المواد وما هي صفات المواد اللي تدخل على مود أقول هاي مواد مناسبة استخدمها لتكوين فيلم coated tub؟ أول شيء solubility in solvent choose of coated operation، أختار مواد الذوب بالمذيب اللي استخدمه بالعملية مالتي. أكيد يعني ما استخدم مواد مذوب واريد الفيلم يطلع عندي perfect. بعد solubility required intend to be used، يعني هل هاي المادة استفهمنا انه هو soluble، بس يا نوع من soluble، هل هو free soluble، slow water soluble، درجة الpH ما تشقد، هل هو راح ينطيني coat لو انتر coat. اوكي كل هاي الامور لازم اني عندي علم ودراية بها قبل ما استخدم المواد. capacity to produce elegant look، هل هاي المواد تعطيني لون ومظهر جميل للحباية لو راح يخرب لي شكلها. الرابعة stability in presence of heat، هل هذه المواد اللي راح استخدمها مستقرة بوجود الحرارة الضوء الرطوبة الهواء زين، وهل تؤثر على substrate المواد اللي داخله بالحباية، هل هذا الفيلم راح تتغير صفاته كلما سوينا له aging يعني كلما خزناه فترة طويلة. كل هاي الأمور لازم انت تعرف مكوناتك شنو صفاته على مود تقدر تعرف ذن النقاط. essential no color no taste no other، من المفترض كل المواد اللي استخدمها لا بها طعم ولا لون ولا رائحة على مود استخدمها. ان تكون compatible يعني ما تتداخل ولا تتفاعل مع المواد الاخرى اللي انت تستخدمها بالمحلول. no toxicity، اكيد المواد اللي استخدمها ما بيها اي نوع من السمية او pharmacological activity او تأثير طبي يؤثر على الحباية او الاساسية. يجب أن يكون بنوع من أنواع القوة يقاوم الكراك الفطور يعني ما يتفلش ما يتفطر، يقاوم اللايت المويستشر ما بي أدر زين، ما يصير بظاهرة السبليميشن زين. نو بريجينج، هاي بريجينج وفيلينج ذني من مشاكل الحبوب اللي راح نشرحها بآخر سلايد وهذه المحاضرة. إيزي برنج، إذا تحتاج تطبع على الحباية راح نطبع بسهولة، ما يعني يتطلب من عندي كوست او فد نوع من انواع الاكويبمنت خاصه على مود نطبع على هاي النوع من انواع الحبوب. بالنسبه للفيلم فورمر، المواد اللي استخدمها لتكوين الفيلم هي وحده من ذني المواد، هذه المواد موجوده بالكتاب بالتفصيل، كل وحده عليها فد ربع صفحه نص صفحه شرح لها بمن الذوق صفاتها. انا هنا أنا مجرد عددت لك اياها، هيدروكسي بروبيل مثل سيليلوز مثل هيدروكسي مثل سيلولوز، ذني البوفيدون، صوديوم كاربوكسي مثل سيلولوز، هذني الأنواع اللي تعطيني فيلم فورمينج تاب. بالنسبة للإنترك ماتيريال، الإنترك يعني عنده خصوصية إنه هو شي يكون مقاوم للغاستريك فلويد، أوكي؟ ready susceptible to permeation intestinal fluid، هو يذوب وبسهولة بالنسبة للمحاليل الانتستينال البيزك ميديا يعني. لازم يكون compatible ويا من ويا most coating solution، متوافق مع المواد الأخرى والمحاليل اللي استخدمها لتكوين الكوت. يجب أن تكون بنوع من الستابلتي واحدة أو من عندما ينتزج مع المواد الأخرى زين، ما بي interpretative يعني ما يتداخل ولا يسوي لي chemical interaction. no toxicity low cost easy application، أقدر أخليه بسهولة على الحباية. apply to be ready printed، ممكن ان نطبع. هذه الصفات تقريبا مشابهه للصفات العامه للمواد اللي استخدمها لتكوين الفيلم. تشوفون اكو هواي نقاط هي تعتبر مكرره نفسها. المواد المخصصه ان تطينك انترك كوتد بوليمر هي هذني، بس ذني تطنك انترك اللي هي سيلولوز اسيتيت فثاليت، اكريليت بوليمر، هيدروكسي بروبيل مثل سيلولوز فثاليت، والبوليفينيل أسيليت فثاليت، هذني هن المواد اللي يطنك انتركوت. بالنسبة للمذيبات اللي استخدمهن لتكوين الكوت الفيلم كوت، يجب أن يمتلك السولفنت صفة مميزة إنه هو يذوب ذوب أور ديسبيرست، يعني المادة لو تذوب بي نهائياً أو تطي سسبنشن ديسبيرجن، يعني المادة تذوب بشكل جزئي كبوليمر، يعني البوليمرات لو تذوب كومبليتلي لو ديسبيرت بالسولفنت اللي تستخدمه. بعد شنو الصفات المهمة اللي لازم أخليها ببالي وتعتبر هذا ايديال سولفنت؟
should be dissolved or dispersed مثل ما اتفقنا للبوليمر سيستم. لو يذوه لو اضعف الايمان يصير له dispersed يعني ينتشر به مو يعزل مو يفصل. شغله ثانيه easy dispersed other coating solution يعني يكون ممتزج مع بقيه المواد اللي استخدمها بالكوتينج سوليوشن. تركيز قليل من البوليمر يصل 2 الى 10% يؤدي should not be result in extremely viscous solution يعني لا تستخدم تراكيز كلش عاليه يعني التراكيز العاليه راح تعطيني محاليل كلش سميكه viscous بالتالي ما تقدر تسوي لها ابلكيشن على التابلت. فيقول لك المفترض اقل تركيز مقبول تستخدمه هو 2 الى 10 والسيستم ماتك يكون اكثر من 300 سنتيبوز كرييت بوس يعني ينطيك في البروسيس بدون اي مشاكل. should be colorless odorless tasteless يعني ما بي لا طعم ولا لون ولا رائحه هذا السولفنت inexpensive مو غالي non toxic irritant not flammable غير قابل للاشتعال يعني هذا مهم جدا خصوصا يعني من الصفات المهمه للسولفنت انه هو غير قابل للاشتعال. It should be have rapid drying rate مهم جدا انه يكون السولفنت اللي تستخدمه يتبخر وتتخلص من عنده بسهوله. زين فيقول لك كل ما نستخدم تقريبا 300 كيلو من السولفنت احتاج 3 الى 5 ساعات تقريبا على مود يعني يصير له drying process. اخيرا should be have no environmental impact الصوت مو واضح. ماما كلكم الصوت مو واضح؟ ماما اكدوا لي. فاطمه تقول الصوت مو واضح، عندنا مشكله بالصوت؟ ماما تاكدوا من الاشاره يمكم، اني لا دا اغير مكاني ولا دا اتحرك. يلا ان شاء الله. ماما فاطمه تاكدي بس من الاشاره يمك، انت غيري مكانك. زين؟ most widely used solvent المذيبات الاكثر استخداما اللي تعطيني تقريبا كل ذني الصفات الايديال هن اما يستخدم الون يعني لوحده او in combination يعني مزيج. مثاله الووتر ايثانول ميثانول ايزوبروبانول كلوروفورم اسيتون مثل اثيل كيتون او ميثيلين كلورايد. ذني اكثر السولفنت اللي استخدمها بالفيلم كوت. المواد البلاستيسايزر هذه مواد مهمه جدا تضاف الى الفيلم. شنو هي الهدف من عندها؟ تنطيها نوع من انواع المرونه، مرونه الفيلم على مود يقدر يغلف الحبوب بدون ما يتكسر او يصير به فراغات او يصير به كراكينج. البلاستيسايزر ممكن ان تقسم الى انترنال اند اكسترنال بلاستيسايزر. خلينا نجي نشوف الفرق بين ذني الاثنين. الانترنال بلاستيسايزر هو الذي يعمل على كيميكال موديفيكيشن يغير الصفات الكيميائية للبيزك بوليمر للبوليمر الأساسي اللي أسوي من عند الفيلم. هذه التغيرات شلون يغيرها شي يسوي يأثر على الديجري أوف سبستيوشن يعني عدد السبستيوشن الموجودة بالكيميكال ستركتشر مالته. يغير نوع السبستيوشن يغير نوعهن يعني يبدل السبستيوشن ياخذ فد شي ويضيف شي آخر. يغير من الشين لينكس يعني هذا بوليمر طويل سلسلة طويلة فيغير من طول السلسلة. بالتالي البوليمر الأساسي راح تتغير صفاته. ليش؟ لأن هاي المادة الانترنال بلاستيسايزر غيرت أما قلنا ديجري اوف سبستيوشن يعني عدد السبستيوشن المضافة أو نوع السبستيوشن المضافة أو السلسلة الأصلية مال البوليمر غيرت طول مالتها. هذا نسميه internal لأن ده يلعب بالتركيب الداخلي للبوليمر الأساسي. معظم الفورميوليتر يعني الأشخاص اللي يسوون أو مسؤولين عن تحديد المواد اللي داخلة في تكوين الفيلم كوتينج ما يستخدمون الانترنال، يستخدمون النوع الثاني اللي هو الاكسترنال. زين؟ خلينا نشوف الاكسترنال شلون يشتغل. الاكسترنال بلاستيزايزر can be non-volatile liquid okay or another polymer polymer آخر أو مادة سائلة غير متطايرة which when incorporated إلى the primary polymer film form. هاي المادة الجديدة اللي راح أضيفها راح تجي
وهي البوليمر الأساسي راح تغير من صفاته بدون ما تأثر عليه كيميائيا. شو تغير؟ change flexibility، تعطي نوع من أنواع المرونة، تزيد التنسل سترينجث، القوة يعني المرونة مالته بحيث ما يتكسر. الادهيجن بروبرتيز، قدرته على الالتصاق بسطح الحبوب وتكوين الفيلم. إذا افتهمنا أنه هو نوع من أنواع بوليمرات ثانية أو نوع من أنواع السوائل تتداخل مع البوليمر الأصلي، تغير من المرونة مالته، تزيد المرونة، تنطي مرونة أكثر. Most common used plasticizer، من أمثلة البلاستيسايزر اللي يستخدموها بكثرة، هي الأكثر شيوعا لتكوين الفيلم كوتينج تاب، هو الكاستر أويل، البروبيلين جلايكول، الجليسرين، لو موليكولار ويت بولي اثيلين جلايكول من 200 الى 400، لان بولي اثيلين جلايكول بديفرنت ديجري. اللو موليكولار ويت اللي هو من 200 الى 400 هو مناسب ان يشتغل بلاستيسايزر، اكثر من هاي الارقام راح يشتغل غير شغل. سيرفكتنت، التوين والسبان، واخيرا الاورجانيك اسيد استر. زين، هاي كل هالمواد هي امثله على البلاستيسايزر اللي اكثر استخداما. بالنسبة للملونات الكالرنت، فيقول لك الكوتينج سوليوشن maybe contain wide variety component in addition الى الفيلم فورمر، يعني بالاضافة الى انه الفيلم مالتنا هسه احنا شرحنا بوليمر بي عم بيسوي الفيلم بي سولفنت بي بلاستيسايزر، يحتوي على الملونات الكالرنت maybe soluble، لازم هاي الملونات ان تكون ذائبة بمن بالسولفنت سيستم، او إذا مو ذائبة شو تكون؟ suspended على هيئة الـ insoluble powder، قلنا أن تكون على الأقل أما suspended أو نسميه مرات إحنا نسميه dispersed، يعني المادة منتشرة عفوا بالـ solvent. There are used to provide distinct color. ليش أستخدم الملونات؟ على مود أحصل على لون مناسب elegance of the dosage form، الناتج الأخير يكون لونه صحيح ويكون شكله جذاب، على مود أحصل على proper distribution of suspending colorant in the coating solution required to use fine powder colorant. يعني إذا استخدمناه suspended يعني هيئة powder، عبارة عن مادة powder عالقة أو ممتزجة بشكل بسيط مع السولفنت، يشقد الحجم مال هذا الباودر؟ يجب أن يكون أقل من 10 مايكرون. أقل، شوف شقد فاين، يعني شقد فاين اللي يكون أقل من 10 مايكرون. In general هذا suspended color must be mild، يعني تحطه وتطحنه نعمه على مود يمتزج مع السولفنت والسوليوشن، وبالتالي راح ينطيك uniform dispersion of colorant. The color variation، التغير بالألوان أو الحبوب اللي تكون متغيرة ألوانها أو حباية تكون لونها طوخ ووحدة لونها فاتح، هذا الشيء من السهل تمييزه من قبل الفارماسيست والبيشنت. يعني قصدي تغير اللون أو استخدام أو يعني الصفة الأكثر شيء تشد وتنتبه إلها المريض وحتى الصيدلاني والإنسان العادي، إذا كان نستلم مجموعة من الحبوب وهاي الحبوب متغيرة اللون، يعني واحدة حمراء طوخ، واحدة حمراء فاتح، فأثنى شي يقول لك دي شوف الشريط متروس حبوب كل واحدة لون، يعني ما تحتاج خبرة، هذه نسميها visual inspection. لذلك لازم انتبه لها، وأكو شغلات مرات انه انت تحط الألوان وتصير صحيحة لكن ظروف خزن مو مناسبة لها ممكن ان تتغير وتعطيك هاي المشكلة. فيجب ان يكون المنتج reproducible، يعني لونه واحد صحيح ويكون بنفس الوقت stable، مستقر مو يتغير. بالنسبة للتقيس والسيطرة النوعية للحبوب، فإحنا راح نفحص appearance، إحنا حكينا هاي مثل الحباية العادية، نفحص الشكل العام perforance، سوي inspection يعني نشوفها بعيننا للحباية الوحدة أو لمجموعة من الحبوب. زين، يعني مثل ما قلنا tablet to tablet، باتش تو باتش بنفس المنتج، نتأكد من السايز، الأبيرانس، الفيزيكال ديفكت، أكو مشاكل بيها من ناحية الفيزيكال، الكيميكال، الأبيرانس، الستابلتي،
نسوي in vitro evaluation إلها، كل هاي على مود وتنجح بال disintegration والdissolution، كل ذني التيست كلها هاي هي عامة بعد صارت التعدك الكواليتي كنترول، كل ذني الأمور تفحصها بالنسبة للتابلت العادية البلين تاب أو بالنسبة للكوت التاب، إذا نجحت تعبر وعادي ما عندي أي مشكلة. من المهم إنه نسوي stability test، هذا بالإضافة للكواليتي كنترول نسميه stability test. هذا الفيلم من يتعرض إلى فترة يعني بعد مرور فترة من الزمن من الخزن، بعد ما يتعرض إلى الهيوميديتي إلى الحرارة، إحنا تدرون ظروف درجات الحرارة اللي عندنا تكون عالية، أكو دول درجة الحرارة تكون منخفضة جدا، إحنا دا نستخدم بوليمرز، هذا البوليمرز ممكن أن يصير بيه شرينكج، ممكن أن بالعكس يتمدد يموع، فهل يا ترى البوليمر الجديد والكوتينج الجديد راح ينطيني استقرارية من ناحية الفيزيكال والكيميكال ستابلتي؟ فلازم أعرض هاي الكوت التاب إلى كل الظروف المختلفة وأفحص الستابلتي مالتها وحدد الإكسباير ديت المناسب إلها والشيلف لايف وأثبته على المنتج مالتي، أوكي؟ وحتى إذا مثلا أعرف هذا البوليمر يتأثر أسوي له كوتينج خاصة باكج خاصة، مثل ما تدرون مثلا إحنا الباكج ممكن أنا نغيره اعتمادا على صفات المنتج، أكو منتج يتحمل ظروف يعني نغلفه عادي، أكو منتج يتأثر بالضوء يتأثر بالحرارة نسويه مغلف، صح لو لا؟ فإذا تحديد نوع الخزن وظروف الخزن ونوع الباكج كلها تعتمد على صفات المنتج مالتك، وأنت هل مسوي لكوت أو ما مسوي لكوت. نختم محاضرتنا بالفيلم ديفكت، ما هي مشاكل الحبوب اللي راح تصير عندي واللي ممكن أن أشوفها. من مشاكل الحبوب أول من مشكلة مكررة وإحنا شفناها بالتابلت هي sticking and picking، بعد ما أعرف ولا قريته ما قريته محاضرتنا السابقة، زين sticking والpicking، sticking والpicking مثل ما أخذناها إذا تذكروها هي عبارة عن التصاق sticking of the tablet، إذا التصقت بالداي سميها sticking وإذا التصقت بالpunch سميها picking. بالنسبة للتابلت الكوت التاب فالأوفر ويتينج أو الإكسسيف فيلم تاكينس، يعني أنه دن نضيف كمية كوتينج سوليوشن أكثر من المقرر، أو دن نستخدم نوع المحلول بي تاكينس بي نوع مو 100% مضبوط تنضيفه على يمن على الحبوب، فأنت هاي مادة لزجة تضيفه راح يؤدي إلى التصاق الحبوب واحدة بالثانية، من نجففها من تصير عملية تجفيف زين، وخلال حركة الحبوب راح تنفصل هاي الحباية، يعني حباية التصقت بحباية، خلال عملية التجفيف وتحريك الحباية داخل البان راح تنفصل الحباية الأولى عن الثانية، من تنفصل راح تاخذ جزء من الكوت مال الحباية الثانية وياها، راح تطلع واحدة من الحبايات بيها حفرة والثانية بيها زيادة، يعني هي ماخذة الغطاء مال الكوت مال الحباية اللي كانت ملتصقة بيها، فراح تظهر ظاهرة احنا نسميها البيكينج اوف كوت التاب، زين؟ فالحل مثل هاي المشكلة انه ريديوس الليكويد ابليكيشن، نقلل كمية السائل اللي انا دا اضيفه يعني الكوتينج سوليوشن، وزيادة الدراينج اير تمبرتشر ازيد درجة حرارة التابلت مالتي بحيث يعني ما تاخذ فترة طويلة عم تجف، زين؟ الاير فوليوم يوجوالي سولف ذس بروبلم، ازيد نسبة الهواء اللي داخل بين الحبوب، دائما الحبوب احركها ما اخلي اكو مجال ان يصير حباية تلزق بحباية، اوكي؟ طبعا هاي تصير يجوز بالبان ليدلينج او بان بيورينج، بس بالنسبة للسبراي يعني هاي الظاهرة تكون قليلة، يعني احنا ماكو سائل زايد عندنا بالسبراي، بس بالبان ليدلينج او بان بيورينج تصير هاي الظاهرة. المشكلة الثانية انه الحباية تجي شنو رفنس مثل ما مبين عندكم بالصورة، انه الحباية سطحها كلش خشن بيها نقر حفر imperfection، فهذه الرفنس او الجريتينس التحبب الموجود على سطح الحباية شنو سببه؟ انه انا دا استخدم السبراي، مستخدمنا السبراي وقلنا هي من الطرق الصحيحة الجديدة اللي ما بيها اي مشاكل، إذا كان هذا النوزل اللي دا يدفع هاي المادة بعيد عن الحباية، أنت ما مضبط المسافة مالته، ودنعرض
الحباية طبعا هذه المادة اللي تطلع من السبراي من النوزل طبعا هاي تطير مسافة قبل ما توصل لسطح الحباية، صح لو لا؟ إذا كانت درجة الحرارة عالية فهاي البارتيكلز بعدها ما وصلت للحباية جفت، ايش راح تصير؟ راح تتحول إلى باودر، ما وصلت لسطح الحباية، هي بعدها بالطريق إلى الحباية، هاي السائل راح يجف بالطريق إلى الحبوب، فبالتالي راح يتحول إلى شنو؟ باودر. هذا الباودر وين راح يترسب؟ وين راح يصير له ديبوزيت؟ راح يسقط على سطح الحباية، والحباية إذا تتحرك واحنا دا نجففها راح تجف هاي الباودر على سطح الحباية، بالتالي الحباية بشكل عام مش راح تطلع، تطلع السطح مالتها عبارة عن يحتوي على بدل ما يوصلها دروبلت دا يوصلها باودر، فراح تطلع الحباية بشكل عام خشنة رفنس صاير بيها. زين، فبالتالي يقول لك على مود نحل هاي المشكلة نسوي موفينج للنوزل كلوزر، يعني نقرب النوزل مالتنا السبراي اللي يعني هو اللي يعطينا هذا السائل احاول اقربه للحبايه، هاي الحل الاول. او اقلل ريديوس ديجري اوف اتومايزيشن، يعني كميه السائل اللي دا اضخه احاول اقلله. زين، ديكريز الرفنس ديو تو سبراي دراينج، او مثلا اتحكم بدرجه الحراره، ما نسوي درجه الحراره عاليه بحيث السائل بعد ما يوصل يجف. هواية من الأمور، أنت شوف شنو مشكلتك تحاول تعدلها، المسافة أقربها، الثيكنس مال السائل مثل أتحكم به، زين، كمية السائل اللي دا أضخه أتحكم به، أوكي، كل هاي الأمور أنت يعني كصيدلان تقدر تتحكم وتحل مشكلتك. الأورنج بيل معناها شكل الحباية مثل ما مبين عندكم، شلون قشر البرتقالة من نقشرها، فهم يسموها أورنج بيل، قشر البرتقال. هذا شنو؟ inadequate spreading of coating solution before drying causing of the bumpy or orange bulb of coating. معناها انه السائل ما انطيته الوقت المناسب انه ينتشر بشكل صحيح وياخذ القالب مالته على الحبايه، عرضته الى عمليه تجفيف سريعه. انت كل ماده من نضيفها على الحبايه ننطيها مجال انه ياخذ القالب مالته، هذا ماده جديده تنضاف على الحبايه، فانت اذا ما منطي وقت صحيح، ما متحكم بمكوناته بشكل صحيح، ماكو دا يصير انتر اكشن صحيح بين الماده الجديده اللي تنزل على الحبايه، فبالتالي هذا بعد ما ماخذ قالب وتجي انت راسا تيبسه، ايش راح يصير؟ زين، محلول سميك جدا او بي فيسكوسيتي عاليه وتعرض عليه حراره راح يبس، من يبس راح يقفع، من يقفع يصير شكله مثل قشر البرتقال، شلون البرتقاله المقشره؟ فمثل ما تبين عندكم الحبايه هيك مقفع، هذا نسميه اورنج بيل. الحل انه نسوي نخفف المحلول اللي بدنا نستخدمه باضافه سولفنت معين، زين، ونحل هاي المشكله بحيث هذا الفيلم اللي تضيفه على الحبايه ياخذ يعني يقعد وياخذ القالب الصحيح على الحبايه قبل ما نسوي دراينج. اوكي، البريدجنج والفيلنج. كلمة بريدجنج طلاب انه راح يصير شرينكج، شرينك معناه يقلل حجم مالته او بول اواي او يبتعد عن الاطراف. شنو الحل؟ الحل مال الاورنج بيل ما معيده؟ الاورنج بيل قلنا شنو المشكلة؟ انه عندي القالب يعني المحلول اللي دا اضيفه لو اني مدى انطي الوقت كافي انه يقعد على الحباية ويغلفها بشكل صحيح. لو المحلول اللي دا استخدمه لزوجة مالته جدا عالية، إذا لزج انتم مثل ما تدرون المحلول إذا بيه لزوجة عالية يعني يتحرك ببطء يريد وقت أكثر على مود يغلف الحباية كلها، زين، أو أنت دا تستخدم حرارة عالية بحيث هو دا يجف قبل ما ياخذ قالبه، فأنت تحكم بذني الأمور. أما المحلول إذا كان تو فيسكاس خففه، زين، إذا الحرارة العالية إذا كانت أنت دا تجففه بسرعة بس تريد تخلص، لا، انطي مجال، انطي وقت، لا تستخدم حرارة عالية، قلل الحرارة، زيد الوقت مال الدراينج، بالتالي انطي مجال انه البوليمر يجي ويقعد على المكان الصحيح اوف تابلت وبعدين ابدي بالدراينج. اوكي، هذه طريقة، هاي حل الاورنج. طبعا انا كل مشكلة يعني اختاريت لكم الكلام الاقل والرميدي مالتها، كل مشكلة جواها الرميدي اللي هو الحل مالتها. بالنسبة للبريدجنج والفيلنج، البريدجنج ماما تشوفون انه بعض الحبوب مكتوب عليها في كتابه معينه
زين، هاي الكتابة حروف، هاي الحروف احنا حكينا قلنا، اما الشركة هي تحفر فد رموز معينة تمييز إلها، مثلا بداية الاكتف الكونستيتيوانت حسب كل تابلت، المهم هي مجموعة من الحروف. هذه الحروف اذا اختفت شنو سببها؟ يعني يصير مثل ما انتم تشوفون الصورة الاولى والصورة الثانية، اذا واضحة عندكم الصورة الاولى مبين الحبوب يعني الحروف مبينة، بالصورة الثانية الحروف كأنما ما موجودة، كأنما حباية ما بها أي برينتينج. شنو سببها؟ هذا نسميها بريجينج. بريجينج إنه الفيلم مالتنا ما بي مرونة، الفيلم مالتنا الشد ما تقوي، بالتالي ما يقعد على يعني من يجي يكبس على القالب مال الحروف ما يلقي فد مرونة إنه ياخذ القالب، بي دائما ظاهرة الشرينك ينسحب إلى الأطراف وينطي شكل حبايه كانما ما بيها اي مشكله. فاذا هنا اما نزيد كميه البلاستيسايزر هذا اللي يعطينا مرونه للفيلم، او نغير نوعه، يجوز هو نوعه ما بيه فد مرونه كافيه للبرنتنج، نغير نوعه او نغير نزيد كميته، او على مود هو لون نغير نوعه لو نزيد كميته على مود نقلل من ظاهره البرجنج. الظاهره الثانيه نسميها فيلينج. فيلينج يعني البايسكت اوف تابلت، الخط اللي بالنص اللي يصير بالحبوب هذا يختفي كانما الحبايه ما بها خط وسطي. هذا شنو سببها؟ انه ده نستخدم في البوليمر بي ثيكنس سمك. شو يسوي هذا البوليمر؟ مو يلقي اكو حفره بالحبايه، نقره بالحبايه، يروح ينزل بيها يغطيها نهائي كانما الحبايه ما بها هذا البايسكت. زين، هي الشركات من تسوي هذا الخط اللي بالنص بفائده انه الحبايه نقدر نكسرها، عدة أسباب. زين، فأنت على مود يعني ما تصير هاي الظاهرة، زين، فإنه هو لازم نسوي جود مونيتور للفلويد، يعني كمية السائل اللي تضيفه تتحكم به، وبوقت معين أيضا تتحكم به، تمزج الحبوب بشكل صحيح داخل المشين مالتنا، ما ننطي مجال إنه الكوت أو هذا السائل يروح للوسط ويتركز ويغطي لي البايسكت ويلغي نهائيا. هاي ظاهرة الفيلينج. حطينا الفيلينج والبريدجينج سوية لان هن اثنيناتهم تغطية، البريدجينج غطت الحروف والفيلينج غطى البايسكت اوف تابلت، اوكي، لذلك هن سوية يعني كتبن سوية. بعد المشاكل الاخرى اللي ايضا تلقوها هسه بكتابكم انا عددت لكم اياها، اللي هي البلاسترينج، معناها الحباية مالتك كأنما بها حبوب محببة، يعني كأنه مع سطح وبيحبايات، حباية حبايتين ثلاثة، يعني محبب، شلون الوجه من تطلع بيه حبوب شباب نسميه بلستر. فهذه الحبوب أيضا أسباب بوليمر، كمية، دراينج، نفس المشاكل. زين، أنا قلت هسه ذني المهمات الأساسيات، اختاريت لكم كم واحدة والبقية تعداد، إذا أريد أقول لكم عددوا لي أنتم حافظيهن، وإذا ردت مثلا إذا ردت مشكلة وحلها أجيب لك من اللي أنا مطيتك تفاصيلها. الهازنج والدول فيلم ايضا من المشاكل، انه البوليمر يموع وينزل ينسكب من الحبايه كانما ماكو بوليمر، كلر فاريشن انه البوليمر ما يصير الحبايه ما تصير لون واحد، كراكنج يجي مفطر البوليمر مالتنا، الفيلم يصير شلون الفتش مفطر، شلون الحائط مفطر بالضبط يسموه كراكنج، وغيرها من مشاكل الحبوب. الحبوب هوايه، الفيلم كوت بها مشاكل والتابلت وحده بها مشاكل، بس انا اختاريت لكم كم وحده شرحت لكم عليهن والبقيه عددت لكم اياهن. تريدون ترجعون للاسباب وتفاصيل كل وحده عادي، انتم تقدرون ترجعون وتقرون تفاصيل كل وحده. زين، بالنسبه لي انا ها هي يعني هاي الماده اللي اليوم قرره، راح افتح لكم الكيو اند اي اذا عندكم اي سؤال، يعني عندنا مجال. وإيدكم ماما، ماما قريتوا المحاضرة السابقة؟ طلعتوا عليها؟ شفتوا إذا عندكم أي سؤال؟ أي شلون هالمحاضرة السابقة؟ هاي المحاضرة شلونها؟ المحاضرة الساعة الأولى كانت بيها هواي كلام، هواي تفاصيل، كلها كانت واضحة عندكم؟ أي سؤال؟ أي استفسار؟